أعلن هشام زعزوع وزير السياحة أن الاجتماع المرتقب مع السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون سيشهد الإعلان رسميا عن موعد استئناف الجانب البريطاني لرحلات الطيران إلى شرم الشيخ. وأوضح زعزوع أن هناك مؤشرات إيجابية لعودة الرحلات لشرم الشيخ، مشيرا إلى أن السفيرة البريطانية بالقاهرة على اتصال دائم بأعضاء لجنة تأمين المنافذ، حيث طلب زعزوع من كاسون رسميا إعلان موعد استئناف الرحلات البريطانية عقب وصول التقرير النهائي المطلوب من الجانب المصري والمتعلق بالإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها لتأمين وسلامة الركاب بمطار شرم الشيخ.